ازيك؟ انا كويس، انا اسف جدا. وليد هو اللي قال لي. وليد كلمك وقال لك تجيله. انا عارف. تعال اتفضل. هو وليد ما جاش ليه؟ يا وليد، وليد، وليد ما جاش يا الهاني. ما جاش؟ ما جاش يعني ايه؟ بقول لك وليد ما جاش. هو كان بيكلمك عشان خاطر يضمن انت تيجي من غير اي اعتراض او تاخير. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه ان احنا لازم نقعد مع بعض ونعيد حساباتنا تاني. انا برضو مش فاهم حاجه يا امان. مع اني ما عنديش اي شك في ذكائك، بس معلش انا فاهمك. وليد قال حاليا انا انزل عشان خاطر نقعد مع بعض ونعيد حساباتنا بعد كل الكلام اللي سمعه مني والكلام اللي سمعه منك وبعد الاحداث اللي جدت على حياته هو شخصيا. احداث؟ احداث ايه؟ ابنك الهامي بيحب وعاوز يتجوز. فعلا؟ بنت مصريه لطيفه جدا، اتعرف عليها بره، بنت الملحق الثقافي، بنت بجد اخلاقه ممتازه. حبوا بعض واتفقوا على الجواز، واتفقوا ان هم اول ما يتجوزوا هينزلوا مصر ويقضوا بيت حياتهم اللي جايه كلها هنا. فهمت ولا لا يا منتج يا فنان؟ فهمت. فهمت ان احنا لازم نظبط الشكل الاجتماعي لوليد. بنت ممتازه وقدام ابوها الملحق الثقافي المحترم. ما بقاش دمك تقيل بقى. ما ترد على التليفون؟ اكيد ده العريس بقى ولا ايه؟ لا ما بشكرش. شاهر؟ الو؟ ايوه شاهر. ايه؟ عايزني دلوقتي ضروري؟ ليه يعني؟ ايه المهم اللي سلام الريجي عايزنا فيه يعني؟ جايب واحدة جديدة؟ طيب يا شاهر نأجل الموضوع ده دلوقتي دلوقتي؟ حاضر حاضر، خلاص يا شاهر، حاضر جايلك، مع السلامة. أنا آسف جدا يا أماني، ساعة واحدة وهرجع لك. حقيقي؟ حقيقي يا أماني، ساعة واحدة علشان نرجع نقعد مع بعض ونعيد حساباتنا من تاني ونفكر في مستقبل وليد.